الاستخدامات طبعا القديمة للجمال في حضرموت كانت كلها لغرض العمل والشقاء، منهم اللي يعملون عليها العمالة لحراثة الأرض، شق الأرض، منهم يعملونها للحمول وحمل الأثقال ونقل البضائع والسفر من وإلى المناطق الأخرى بمقام السيارات، سواء كانت سيارة نقل للبشر للتنقل أو لنقل البضائع. ذيك الايام استخدموا حد يعمل عليهن، حد يحمل عليهن، يروح مشاوير عليهن، ثقل تروحون قوري عليهن، حد يمل عليه بالشايب، حد بالشاي على قولهم مقلهم شايات، عرفت، حد بالتشايب مقلهم تشايب، يحملون يواني عليهن، يحملون عود عليه، يحملون ثقل عليهن، حد مل شيء من الايام الحاليه. الحين الايام ذي اللي قضاها كلها ركض خبة، ما أحد يشتغل عليهن إلا خبة، يركضون عليهن، لهم عوايد يزورون ولهم عوايد هنا سباق مقلن حق خبة. في استخدامات ربك لقان للاستخدامات، يعني يستخدمونها للركض هذا والذهب، والركضة هذه كان حكذا يعني ما نستفيد شيء فيها، وذي الحين لقون حسباقات وفيها مواتر وفيها مندريج. أيضا تستخدم الجمال لعصر المعاصر، هذه يسمونها المعصرة، عصرة السمسم واستخراج زيت السمسم اللي يسمى عندنا هنا بالصليط العربي المحلي هذا. أنا تسحب المعصرة تدري، والمعصرة ثقيلة، ويحطون فوقها عادة يعني حصاء، كمية من الحصاء عشان تعصر اليلي واليمل يقع قوي، واليمل بعد ما يعصر لازم تعطيه عصرة عشان يلقي لك عصرة عصرتين، لأن التخ يجي له قوة، ما أعطيته ما بيعطيك القوي، البعير القوي يجي خمس عصرات، لما هو قوي يجي لك عصرة وضوطه. أيضا استخدمت الجمال لغرض الحليب للتربية، حليب الركاب لما لهم من فوائد. طبعا كانوا السابقين يربون عيالهم على الحليب، اما سواء كان للبقر او للركاب او للغنم. الحليب ذا يقولك تعلم الحليب، في بعضهم يعلمونهن عليها كلها اداريها قدام غدوه، يحتاج يبيع ولدها ويتم يحلبها بدون حاشي، وفي بعضهم لا يماشي ما تقبل القسم، بدين تتمي على قسمك، تشيل شقك تشيل خلفين وتعطي ولدها خلفين، وفي بعضهم يشلون ثلاثة خلوف يخلي الخلف لولدها، يعلمها يعني عند علمتها عند بداية حليبها، يعني إن علمتها تداريها على الأربع المحالب تخليك تحلب، ولما علمتها على الأربع المحالب ما شال لك محلبين لحد تحلبها خلفين، لا يس شق الثاني ما تخليك بعض الركاب، وبعضهم يخلينك ما هنعين عند علمتهن، علمتها على كذا تستمر على كذا، ما علمتها على كذا تعطيك إلا شقك، اثنين لك واثنين لولدها. طبعا هي تدر الحليب لابنها وليس لمالكها اللي مش مدربة، لما يقوم بتدريبها تكون في علاقة ما بينها وبين المالك، لما يأتي المالك الجمل المالك الناقة هذه حامل الوعاء، تجد الناقة هي أصلا متشوقة لأنه يخرج هذا الحليب أو لأنه يرضع ابنها.
يصير بعضهم ولا ناقة ما تخلي حد يحلبها إلا ما له لا وبتغرى هي ما لها ويحلبها هي الثاني ما تخلي ماشي ولف ولا والحليب له كل شيء له تعرف يد الثاني حتى من يوم تحلب تنكر اليد اللي تحلب كل يوم هذه واللي عاد هالليات يحلب في الحليب في اليوم عند اختيارك انت ان بتحلب 3 مرات بتحلب 4 مرات بتحلب مرتين يعني بتقول نحلب نحن بعض خلق يحلبون الصباح والمساء يعني من 6 إلى 6 بعض في ناس يحلبون 3 مرات يعني بتقول الصباح والظهرية والمغاب عندنا احنا في بعض الناس يحلبون كذا في بعض الناس يحلبون كذا عند علمتك انت وياه ولو بتحلبها زايد على 3 تحلب بس تعطيك على القياس حقك على حق الساعات اللي نقسمها لها في ناس يستثمرون يبيعون حليب اللبل في تريم هنا عندك مثلا يسوي له 5 رواحل 6 رواحل والصباح يبيع الحليب حقهن والمغرب انا عن نفسي يطلبون عندي ونعطيهم للمرضى لي ما نبيع انا عن نفسي يعني البيع ما نبيع نشوفه مريض ونعرفه عنده سرطان ولا عنده ذا نعطيه قاروره حق راني نسبره له وفي يبتع في الـ في اشخاص يبيعونه في المقاصف دي هناك بحث يقول انه يوجد 0.3 نسبة دهنية فقط في حليب الابل اضافة الى ذلك موجودة فيه كثير من المضادات سواء كانت الخلايا السرطانية او كثير من الاصابات المرضية زي الالتهابات الصدر وغيرها ايضا ياخذونه الان كعلاج اصحاب مرضى السكري في بحوث يقول انه يعطي نسبة مشابهة للانسولين هكذا مادة مشابهة للانسولين تحمي مريض السكر من ارتفاع السكر ايضا القوة بسبب وجود المضادات الموجودة في هذا الجمل قوة العظام سبحان الله مثل ما ذكرت في البداية انه يتطبع الانسان بطباع الجمل هذا اللي هو منه ايضا ياخذ من ميزات الجمل القوة والصلابة ووجود الكالسيوم في حليب الابل بكميات اكبر من وجوده في البان الحيوانات الاخرى صاحب الجمل سواء كان الصباح الوقت اللي يبغى يركب الجمل حقه يكون معه شد
سواء كان اللي ذكرناه المروس أو الشرخ يأتي لجمله أول ما يطلق وثاقه ويعطيه الأمر بالجلوس، يجلس الجمل يحط شده عليه وهو هادي مطاع، أكمل شدودته عليه، قال بسم الله وركب عليه. طبعا كثير من الجمال ما تثور إلا بأمر من الراكب، والبعض بحكم الخوف وبحكم الظروف الآن اللي تعودت عليها الضرب وكذا على طول يقوم من نفسه، بس طبعا مفروض أن الجمل المدرب ما يتحرك إلا بأمر من صاحبه، ولا يروح يمين ولا شمال إلا بإعطاء الأوامر. طبعا الراكب يمسك بيده الحبال، ومنها يتم توجيه الجمل أمام جنب طبعا مع إعطاء الأوامر. وطبعا تلاحظ أن الجمل هذا ينفذ الأوامر اللي تعطى له من المالك أو الراكب اللي عليه. حسب تمكن الراكب، الراكب المتمكن يكون زي ما نركب نحن الآن على السيكل أو على السيارة. هل الشخص اللي ما يعرف يقود السيكل والسيارة هل من أول مرة يقدر يقود؟ لا طبعا. والشخص اللي يركب على جمل يكون عنده ثقة بجمله وبنفسه، يركب الراكب على جمله بحيث يعطف أحد الرجول على القرز هذا بحيث أنه يحميه من الإطاحة، وأيضا تدريب الجمل، الجمل يكون مدرب. لما تكون الرجل هذه معطوفة يبقى يمشي مشي اعتيادي حسب التدريب. أول ما يبعد الجمال رجله معناته هنا الآن لازم الجمال هذا يركض، مش يمشي مشي اعتيادي اللي يسمونه بالمحلية يربع. أول ما ينقل رجله هكذا الجمال عنده تدريب إنه هذه الحركة معناها انطلاقة. وإذا استمر في الانطلاقة هذه يبغاه يوقف الآن، يبقى يأشر له شوية، يمسك عليه الخطام مع الخشفة هذه ويرجع يعطف رجله، يوقف الجمل عن الركض ويبقى يمشي اعتيادي. إذا يبغى يوجهه باتجاه يمين أو شمال يعطي إشارة بالخشفة، يتبع الأوامر الجمل طبعا مطاع. أنا بانحة وبدوينحة وبدونحة ما يحطون الخشفة فيه أبداً، إنما ذلاك عندهم مركاب عناف لازم اللي يدربه على الركض وعلى الشرخ وعلى ذا يلقلوا الخشفة هذه. الخشفة هذه تألمه تايعه خليه يركع لك، أما الخشفة بيكسرك بيقضمك أنك تركب فوقه. هذه بعضه لهم سباق معين ويتعب وتربن عليه، وهذه زي من البريك حقه اقعد وصل لذا تقبض هذه الخشب، اما الباقيين هنا عندنا ما شيخ شاف ولا. نستدعي وجهات النظر المختلفة ونناقشها معكم، نبحث عن الدلالات ونخوض في التفاصيل. فضاؤنا بلا سقف ومساحتنا بلا حدود، فضاء حر على شاشة بلقيس. الغناء وعلاقته بالجمال طبعا هواية، والجمالة من 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 طبعهم يحبون السلع، يحبون الغناء، يحبون الشروحات. طبعا كل الجمالة تقريبا هواة شرح وهواة غناء، ولكن بالنسبة اللي عند الجمال حقه هذيك اللحظة لما يجلس عنده يغذيه أو لما يكون في العمل عبارة عن استمتاع وعبارة عن تناسي الجهد المبذول أثناء العمل سواء للجمال أو للجمال. سالم بطيء مشتاق
عندنا اليوم نجد واكل يمام من الصفاري والمدينية سلام نفرح اللابد إلى شفت القطيع كل وقسم تمر ماشي بايبيع ليل نحسب كم الناس الكرام من السفاري والمدينية سلام كلمات الحسير ويوم على سيد حسين المحضار من مدينة الشعب راح وصار مع مدة ايضا الجمال هذا يغوى مع صوت الجمال حقه ويقدر يقوى على قطع المسافه الطويله او على حمل اكبر عدد من اكبر حمل من الثقل من غير شعور بالكلل والملل والتعب زيها زي التسليه في اي مجال كان تحصل واحد وهو يشتغل يعمل يعني يسلي على قلبه شويه لتناسي تعب العمل كلهم اي يمال بتدخل بسباق يعني في سباق في يمال ديل قدهن مصممات حق خبهن يعني تصميمهن تلحقوا ويذللونهن ويعلمونهن على الشيء هذا وفي بعض ركاب ما لهن شيء في الخبه ابدا يعني مخليلهن الناس اللي يعني حدود يعني ان بتقول مخليلهن المناخات يعني ينتيون عيال منهن ركاب الخبه يفرقون وركاب الناس اللي يخلفن من ديل هذا اللي حق السباق يربون يمال حق سباق يبونهم من عدن ماشي غرض ثاني إلا للسباق وزيارة هود يعني هواية عنده مش فايدة وذا بس هواية عنده إنه بيسرح هود ولا بيقون سباق في تريم ولا شيء بيركب على اليمال وبيتسابقون به أما التربية تختلف على الشيء ذا التربية تكون تعيبة وشغلات وتربية بكرة يعني بعد 5 سنين تضرب لها 4 سنين يعني الواحد يعاني ما هاك ما هذاك الجمل وهذاك ذكر ما يربون إناث أبدا ذكور بس أنا سباق هود إذا نروح لكم العادات بس لا في منه فلوس ولا من تعور بعيرك تعور وما تعور ويان حدا أبغى نكردوس الحين لقى حسباق عرفت لقى حسباق وفي مواتر وفي مبلغ وفي والشباب زي دول الواحد يقول لك بشتري بعير ان شاء الله يجيب لي موت من وقت قريب قمنا بعمل سباق رسمي بحيث انه يكون تنافس وتشجيع لملاك الجمال اللي هو سباق الكردوس للهجن الكعبي شلال البلجيك الرائد الهمر البراق اكاش ملك والخنجر وايضا هنا من تاهل اكيد وراح الى الدوري الحاسم الكاسب والرعد والهاشمي لكم احقيه التقدير ومبروك لكم النجاح والتاهل الى الدوري الحاسم الدور الذي ياتي اكيد في هذه الليله الجميله ايضا هناك شكر خاص ياتي تقدير له شكر وتحية لمصلحة من يرعى هذا الحدث في كل
يظهرون بوجه جديد وصورة خاصة حتى تكون لهم حقية النجاح والتقدير. أنا شاركت كل السنوات شاركت 4 سباقات وشاركت أنا وأخواني، كل واحد معه، أنا معي 2 أخواني معهم من 2، 3 من معهم من 2، واحد السنة اللي مضت أخونا حياة بالموتر وأنا بعيري، كان أول سباق مبلغ يابو، ثاني سباق ياب مبلغ، ثالث سباق ياب مبلغ، ورابع سباق ذا خاب في هالعام، وطلع أخوي ولد عمي حصلوا لهم من موتر، واحد صهرنا حصل له موتر، واحد يارنا وسعيد عتير حصل له موتر، ود الرسوة حصل له سيكل، شيع المواطن ذا شيع. شوف إطلاق المسمى للجمل هو يعتبر كنز، يعتبره صاحب الجمل كنز. في يوم من الأيام يكون أنا كنت مالك الجمل الفلاني، الجمل الفلاني هذا كان يشارك بسباقات وكان ما شاء الله يحقق أوائل، وحتى الآن الموجود على مستوى السباقات الآن الموجودة حديثا في أسماء الجمال نصعد. والله بعض لا عشقت وحدة سمي لها اسم، والله سمينا اليبوها تمام، وسمينا يمعة، وسمينا العبادية، وأسام كثيرة. العبادية هذه كانت مع الشيابة حقنا هنا، ناقة معروفة أصيل يعني تمام، وتخري حليب كثير، والاسم على البلاد هذه كانت مع الشيابة حقنا الله يرحمه. ايضا تكون في ايام الاعياد يقومون بعمل منافسه بين الملاك للجمال. الان في بعض الافراح الاعياد او الزواجات لو تزوج احد ملاك هذه الابل يقومون بعمل فرحه لصاحبهم، يعملون بعمل سباق اعتيادي جدا في مكان لا يكاد يكون مهيئ بالشكل المطلوب لوجود الجمال. عم يا دار ساسك على الستين ماكن، عم يا دار ساسك على الستين ماكن، عم يا دار ساسك على الستين ماكن، عم يا دار ساسك على الستين ماكن. ثرية ودولة تخفف علينا الأكل وهذه البوشة نتمناها، لأنه كله على الغالي، على رغم خلاص عملنا حمعة ده من أب ويد، عملنا حمعة قدرنا نلقي عمل ثاني أبدا إلا هي
يا ننتصر يا نهزم. Thank you.